خالد الصاوي ممثل مصري كبير، ولد عام 1963 في الإسكندرية، ويعد واحدا من ألمع ممثلي جيله ومن أفضل الممثلين على الساحة العربية في الوقت الحالي. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1985، ثم حصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون عام 1993. عمل بالمحاماة لفترة قصيرة، ثم مساعدا للإخراج، ثم مخرجا تلفزيونيا في بعض القنوات، وكان قد بدأ التمثيل على المسرح الجامعي، واشترك في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح، كما كتب وأخرج للمسرح، وفاز بجائزة للإبداع المسرحي لعامي 1991 و92 عن مسرحيتي حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل، قبل أن يفرض نفسه ممثلا تلفزيونيا وسينمائيا استثنائيا، فقدم للتلفزيون أدوارا لا تنسى في مسلسلات رائعة مثل محمود المصري، أهل كايرو، الصعلوك، هي ودافنشي، ومؤخرا مسلسل ليالينا. أما على الصعيد السينمائي، ففي رصيد خالد الصاوي حتى الآن عشرات الأدوار المحفورة في الذاكرة في أفلام رائعة مثل عمارة يعقوبيان، الجزيرة بجزئيه، كدا رضا، الفاجومي، الحرامي والعبيط، ولاد رزق، ومؤخرا الضيف الذي تألق وأبدع فيه، حتى قال البعض إنه تفوق على نفسه. بالإضافة إلى الإخراج والتمثيل والتأليف القصصي والمسرحي، خالد الصاوي شاعر موهوب أيضا، وله العديد من القصائد التي اكتسبت شهرة واسعة، بخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.